السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة تانية من حالات الدوبلر، وبرضو هيبقى فيه موضوع مهم جدا ولازم نتدرب عليه كويس قبل ما نشتغله، الدوبلر اوف دياليسيس فيستولا. كنا رفعنا حالتين في السابق 131 و137، ودي تكملة للموضوع. اكشولي العيان ده او العيانة دي هي الحالة بتاع 137، لكن انا قسمت الفايندنجز علشان ما صعبهاش عليك. هنا هنتكلم في الفينس سايد بروبلمز، لكن في الحاله 137 كان الارتيريال سايد. طيب نذكركم تاني انا بعمل ايه كدوبلر ستادي ما بعد الفيستلا. بنبص على الفيدنج ارتري الانفلو ارتري لغايه الفيستلا وديستال ليها مع الارنج، المفروض دول يكونوا هاي ريزيستنس. بنبص على الدريننج فين لغايه التيرمينيشن، بنبص على الانستوموتيك سايد، بنبص على السنترال فيس. طيب الحاله بتاعتنا دي اللي هي ال 15 سنه بنوته، كان عندها كرونيك رينال فيليا وعامله دياليسيس فيستلا من 4 شهور. في الحاله 137 اطمنا على الارتيريال. انا هنا اكشولي ده اللي ببدا بيه، انا ابدا مبدا بالفيستلا والارتيريال والكلام. سنترال فينس، سنترال فينس اهم نقطه، سنترال فينس. طيب سنترال فينس بدات من جاجلر، الكلر بتاعه عكس كاروتيد ممتاز جدا، الكلر او الكومبريسابيلتي زي الفل، مفيش كولاترال جوه الكاروتيد، جوه الثايرويد عفوا، مفيش كولاترال في الاستينوماستويد ولا حواليه، ممتاز جدا. الفلو بتاع الانترنا جاجولر على اليمين والشمال تقريبا زي بعضه، نقطه كويسه. الفلو بتاع الانترنا جاجولر على الشمال والليفت سبكليبيان على الشمال، لان الفيستو على الشمال الاثنين ازرق، الاثنين الكلر اللي تحت اذا رايحين ناحيه القلب. اذا انا عارف ان الليفت بريكيوكيفاليك فين هيبقى سنترال، هيبقى بيتنت، وبالتالي ولله الحمد السنترال فينز بيتنت. انا خلصت اهم نقطه، دخلت بعد كده على الارتيريال ستادي وبعد كده على الفيستولا نفسها والفينس فيستولا. طيب الفينز نفسها هنقسمها، قلنا سنترال وبريفرال، سواء كده ولا كده ارتيريالايزد هاي فيلوستي زي الفل، ده كده غالبا بتقول ان انا جاي من فيستلا والفانكشننج ان شاء الله. حلو، مكان الفيستلا اللي هي الانستوموتيك سايت بنعلق على ايه؟ اولا هل هي فيستلا ولا جرافت؟ هل الوول ده سنجل وول ولا دبل وول؟ لانها لو جرافت انا بعلق على ارتيريال انستوموتيك سايت وفينوس انستوموتيك سايت، لكن فيستلا هو سنجل انستوموتيك سايت وال 2 سنتي اللي بعده اسمها جاكستا انستوموزس. طيب الفيستولا دي ريديو كيفاليك، الفيستولا دي اند تو سايد، يعني ايه؟ نهايه الكيفاليك فين مع السايد بتاع الريديال ارتري. خلاص كده انا حددت الايتمز الاساسيه بتاعت الفيستولا، ممتاز. لكن اللي هي بتاع الانستموزس اعدي بقى على اول 2 سم، هنا مفيش انستموتيك ستينوزس، تمام. لكن مشيت، خلي بالك بقى بالنقطه دي، ركز، لازم تمشي على الفين من اوله لاخره لاخره. انا مشيت اول كام سنتي لقيت في حته ناروينج بالبي مود، اذا فهو ستينوزس. بالكلر في فوكال تيشو بروي ارتفاكت، ليه ما قلتش فوكال اليزنج؟ لان اليزنج واخده كله لان السرعات عاليه، لكن هنا في تيشو فايبريشن ارتفاكت او كلر بروي ارتفاكت، واضح ان الحته دي سيجنيفيكانت ستينوزس، بس نبص عليها بالبلس ويف ونشوف. طيب وانا هناك في المستشفى قلت لهم يا جماعه ده اوت فلو فين، لا راجع نفسك، الاوت فلو فين ستينوزس بعد 2 سنتي. اه صح، لكن هنا تحت 2 سنتي، يبقى انا لسه في الجاكستا انستموتيك اريا. وارجع كده للنولج بتاعك، ذا موست كومن ستينوزس بيحصل في الراديو كيفاليك فيستولا في الانستموزس في الجاكستا انستموزس. يبقى بالعقل كده هي دي المنطقه اللي انا بدور عليها. حلو، يبقى بالبي مود في ستينوزس قايس، هنقول بقى ايه؟ قايس كذا از كومبيرد للبوست ستينوتيك مثلا ولا حاجه. اه فعلا ده كده واضح ان اكتر من 50% مارون للديامتر، وهو اقل من 3 مللي بتبقى عامله مشكله، اقل من 2 مللي سيفير او سيجنيفيكت، ممتاز. وهو على بعد كذا من الانستموتيك سايد، خلاص انت كتبت الداتا بتاعته، متبقي بقى السرعات. قسنا السرعه فيه، يا نهار ابيض 800 818، انت لو عديت ال 400 انت كده بقيت سيجنيفيكانت، انا كده واضح ان انا سيجنيفيكانت جدا. قسنا السرعه بعديها بشويه كانت 200، يعني 4 اضعاف. انت لو عديت الثلاث اضعاف برضه بقيت سيجنيفيكانت. اه
خلاص انا كده واضح ان في سيجنيفيكانت ستينوز، بس يا دكتور الفلو فوليوم كويس والدنيا حلوه. مش هتبقى حلوه بعد شهر بعد اتنين، لازم تكتب الفايندنج دي، هيتابعوها عشان يعرفوا امتى يتدخلوا. ده طبعا التدخل الكلينيشن هو اللي هيحدده، لكن انا بالنسبه لي سيجنيفيكانت ستينوزس وموست لايكلي ريكوايرنج انترفنشن، مش هيتساب كده وخلاص. تمام. الفلو فوليوم بالنسبه للارتري قلنا 760 زي الفل. الكلاسيك لو ما عنديش ارتيريال ستيل 75% من الكميه دي بتروح للفين، يعني حوالي 500. لو عندي ارتيريال ستيل ضيف عليها 200 300 تانيين مثلا ولا حاجه. ستيل الفوليوم كويس، اقل حاجه فيه ستيل كويسه اكسبتد. عشان كده الدريننج فين الاوت فلو فين الكلر بتاعه كويس، مع اني معلي السرعات جامد، دليل ان سرعاته كويسه. علشان كده لقينا في الليفت سب كليبيان السرعات كويسه وارتيريالايزد فلو، يعني الفيستولا عرفت وانا من البدايه خالص انها ويل فانكشنينج. نتكلم كلمتين عن الاستينوزيس. بيجي في اربع اماكن، يا اما في الانستيموزيس او الجاكست انستيموتيك اريا او ال 2 سم. ده اكشولي اشهر مكان في الريديو كيفاليك فيستولا اللي هي الحاله بتاعتنا. يا اما بيجي في الارتري لين فلو ارتري، يا اما بيجي في الدريننج فين. واشهر اماكن الدريننج فين هتبقى الكفالك ارش اللي هي الترمينيشن بتاع الكفالك في انهي نوع من الفيستولا؟ في البريكيو كفالك. تمام. طيب وبرده السنترال فينز بالكولاترالز بتاعتها مكان مشهور للاستينوزس. تمام. الدايركت ساينز بتاعتنا موجوده كلها في الحاله بتاعتنا اللي هي ايه؟ البي مود ريدكشن اكثر من 50%، فوكال اليزنج وكلر بروي، والسرعات اكثر من 400، والبيك ستوليك فيلوستي ريشيو اكثر من 3. انا عندي الدايركت ساينس كلها موجوده في الحاله بتاعتنا. الاندايركت ساينس ولله الحمد مش موجوده، اللي هي ان انا ابص على الارتري الفيدنج الاقي هاي ريزيستنس، لا الارتري هنا كان كويس، دليل ان الفيستر لغايه دلوقتي قادره تدرين كويس. تمام. بس مش هتقعد كده فتره طويله، علشان كده لازم تشد على الكلنيشن. انا مش لازم استنى لغايه لما الفيستولا تقفل واروح والاستينوس يقلب للثرومبوزس بعد كده ندور على الفيستولا ثانيه، لا المفروض نشد على الكلنيشن. خاف خاف خاف. الحاله بتاعتنا واحده من اشهر اماكن الاستينوزس، جاكستا انستموتيك استينوزس بالبي مود كريتيريا اقل من 2 مللي واقل من نص، يعني اكثر من 50% ريدكشن. بالكلر مود هيبقى فيه الفوكال، لو زودت هنا السرعه ممكن تلاقي هنا الفوكال ليزنج والكلر بالوي ارتفاع. بالبيك سيستوليك فيلوستي اكثر من 400 وريشيو اكثر من 3، يبقى جاكستا انستموتيك ستينوز. الحاله ما خلصتش كده. طبعا العلاج بتاعها يا جماعه ان انا ممكن اعمل بروكسيماليزيشن فيستولا، اجي على الحته عفوا الحته بتاع الفيستولا دي واقطع الحته دي واقفل دي هنا واقوم موصل دي دي، يعني ايه بروكسيماليزيشن، اقفل الحته بتاع الفيستولا واعملها بروكسيمال، عديت الاستينوز. تمام. او احط هنا جرافت ولا حاجه او بالون دايلاتيشن، وات ايفر بقى اللي هيعمله الكلينيشن. الحاله دي مشينا كلينيكالي، وكل الشكر لدكتور عبد الرحمن الازهري والدكتور احمد ابو زيد اللي موفروا لنا الحاله دي وقالوا تتنشر عليكم جميعا عشان تستفيدوا منها. رجعنا مع الكفالك، رجعنا مع الكفالك، مع الكفالك، احنا هنا كتبنا الاستنوز مع الكفالك، لقيته اتنويتد عند القلب. ايه ده؟ ازاي اتنويتد والفيستولا فانكشنينج ويل؟ لقينا بعد ما انا داخل بروكسيمال لقينا في فين عند القلب راجع سنه ديستال، بعد كده متحول على الباسيليك. الفيستولا نفسها اتصرفت، وعلى فكره التصرف ده مشهور ان انا الاقي بتغير الكورس بتاعها. معلش ان رسمه كروكيه كده رسمناها واحنا بسرعه معاهم يعني بالليل بقى رمضان والطوارئ وكده. تمام. انا رايح المفروض يعني اقعد معاهم بس جابوا لنا الحاله دي، يلا خير. فالمهم رسمنا كروكي، ادي مكان الاستينوزس، والفيستولا غيرت مكانها من الكيفاليك للانتي كيوبيتال للباسيليك. دي معلومه لازم الكلينيشن يعرفها. فانت رسمنا له كده رسمه كروكيه على ظهر ورقه ابدومن، تمام، عشان نوصل له نقطه انها غيرت الكورس. يبقى انت قلت له ان في ستينوز في بدايه البين اللي هي جاكس انستوماتيك وانها غيرت الكورس وكل حاجه بيتنت. تاني وتالت ورابع حاولوا تسمعوا المحاضرات دي
وانشروها بين زمايلكم اللي بيشتغلوا او عايزين يتعلموا الدوبلر بتاع الدياليسيس فيستولا. لغايه دلوقتي بفضل الله رفعنا 3 حالات كلينيكيه، سنترال فين اوكلوجن واحده من الكومبليكيشنز، ارتيريال ستيل واحده من الكومبليكيشنز، والحاله بتاعتنا جاكستا انستوماتيك ستينوزس. بالتوفيق ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.